يحيى 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 قوم. ايه 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 يا ابله، في ايه؟ في صوت غريب قوي في اوضه مريم. تلاقيها بترغي في التليفون ولا حاجه. خش نام يا ابله، خش نام. تليفون ايه يا اخي؟ بقولك صوت راجل. راجل لا يكون العفريت. ريت ايه؟ لا يكون حرامي. قوم اهو. قالك حرامي، هنعمل ايه؟ انت تخش تضربه وتقبض عليه وتمسكه. انا مش عاجبني حرف التاء اللي بيتكرر في كلام حضرتك. تضربه تقبض عليه، ما تسمينا حاجه بحرف النون نروح نضربه نقبض عليه. لا لا لا، انا ما استحملش حاجه زي كده خالص. انا اموت فيها. ولا عايز اقول لا. وحضرتك ماسكه اللي في ايدك ده بتعملي بيه ايه؟ هتصطاديه ولا تلعبيه ماتش تنس؟ اللي لقيته قدامي بقى. طب اقول لك يا ابله، الاقيش عندك سلاح؟ سلاح؟ اه، با كان عنده مسدس صوت الله يرحمه في اوضته. مستنيه ايه؟ مين على اوضه با؟ بس انا هديهولك ومليش دعوه خالص. تدوني مركيش دعوه خالص؟ طب افرض اديتوني وانت مركيش دعوه خالص، ورحت انا عشان اضربه، راح هو جاري وانت مركيش دعوه خالص، وراح مستفرب بيكي. لا لا لا، ساعتها انا ماليش دعوه خالص. لا خلاص، انا هفضل معاك احسن لي. انت مالك برد كده؟ ما تقوم. قوم. حاضر حاضر. قوم، انا مرعوبه. خلاص حاضر، مش عايزه نستنى لغايه لما نمشي من نفسي. يلا يا يحيى بقى، انا هفضل وراك. ها؟ طب يلا. طب انت متأكدة؟ ايوه والله، انا ما بهزرش. اطلع بقى، اطلع. البيت، وانا اللي قرر اذا كنت نطلب البوليس ولا لا، وان هو حرامي ولا لا. والله يا استاذ شمس انا مش حرامي ولا حاجه، انا ابن ناس. والله ابن ناس قوي يا اخويا، ابن ناس. ما هم مولود الناس بينطوا من فوق السور، اللي نط من فوق السور يبقى ابن ناس ولا ابن. عيب كده، هو احنا في الشارع؟ لو سمحت اطلع فوق اطمن على جدتك وعلى اختك عشان الموضوع ما يكبرش. حاضر، عشان خاطرك انت يا ابله، وانت وحياد امي لوريك. وقعت قلبي. ممكن بقى تهدى كده ومن غير ما تخاف افهم ايه الموضوع وايه الحكايه بالظبط؟ الموضوع بصراحه ان انا ومريم بنحب بعض من زمان، وانا بس كان نفسي اشوفها مش اكتر، فجيت عشان اشوفها. يا سلام، فانت بتحب مريم؟ كيمو انت كويس يا حبيبي؟ انت يا بنت، انتوا هتبلغوا البوليس بجد؟ يعني انت شايف ان اللي حصل ده صح؟ لا هي ملهاش دعوه، انا اللي جيت من غير ما اقول لها. لا يا كريم، لو هنروح للبوليس هنروح احنا الاثنين مع بعض. ايه الاوفر ده يا بنتي؟ في ايه؟ انتوا عندكم كام سنه عشان الرومانسيه دي كلها يعني؟ استاذ شمس السن مش مهم، روميو وجولييت كانوا قدنا بالظبط وهما اللي قرروا مصيرهم. روميو وجولييت مره واحده؟ ماشي. طب والاخ عطيل ده اللي عايز يخلص عليك هتعمل فيه ايه؟ يحيى ده بيزيد في الزيت، سيبيهولي انا. بس عشان خاطري يا شمس خلي كيمو يروح. والله إذا كان الأستاذ روميو هيوعدني إن اللي حصل ده مش هيحصل تاني. والله ما يحصل تاني، وحياة ربنا. طب بس عشان يحيى جاي. طب بس الجار ده هو جنبه. ده كان ليني. أنت قاعدة هنا ليه؟ قوم اطلع فوق. استنى بس. مش طالعة فوق. وبعدين مش أنت هتطلب البوليس؟ أنا مستنية هنا. ما هو كده كده بمجرد ما البوليس يجي تيتا هتصحى وهنروح كلنا مع بعض على البيت.
البيت؟ اه البنت بتتكلم صح، احنا لازم نطلب البوليس. لا قبل ما لهاش داعي يعني، اصل هما شباب والشباب طايش، ثم البنت مريم ما لهاش ذنب، هو الواد الانيمال ده. ايوه ما انا عايزه اطلب البوليس علشانه هو. انا شايف ان الوقت متاخر وما يصحش حد يكلم البوليس في وقت زي ده. ايه الهزار ده يا يحيى؟ قوم بسرعه اطلب البوليس. يا ابله خلاص بقى ما تسخنيش اكتر ما انا سخنان، شايفه الواد يعني هو لسه يعني ما يصحش نضيع شباب واحد زي ده جميل وهو لسه في الرعين. يعني انت شايف كده يا يحيى؟ خلاص ما نطلبش البوليس عشان خاطرك انت بس يا يحيى. مش عارفه اودي جمال حضرتك فين والله. يات امي ما هسيبك. لا يا جماعه انا ضميري مش مستريح، ممكن تطلبوا البوليس؟ لا عندك ضمير يا منجر من هنا. استنى هيتجر ازاي بس؟ اطلع فوق لو سمحت هات له رباط ضاغط وصحي الاستا اشرف عشان يوصله. اه اطلع له رباط ضاغط. جاب لك رباط ضاغط وصحي الاستا اشرف؟ ما اديله تعويض بالمره. انا حدوي. بالراحه يا يحيى ما تبقاش قاسي كده. لا انت عندك حق. سوري يا بيبي. يا شمو سامرسي بجد انت كويس يا حبيبي؟ طب طمني عليك انت كويس؟ ايه بنت ده؟ قومي قومي من هنا. انت عارف انا خفت عليك قوي بجد. قومي انت كويس؟ لا ده انا بجد بقى هبلغ البوليس. تصوري بقى روحي اقعدي هناك. طب يا شمس بطمن عليك. قومي اقعدي هناك.